تعالوا نروح لأطفالنا. يعني دايما الحقيقة الأطفال، إذا كنا بنتكلم عن بلد ليها مستقبل، فأنت لازم تعتني جدا بالأطفال، لأنه الطفل اللي موجود النهاردة هو الشاب، هو الراجل، هو اللي هيقود المسيرة لقدام. دايما الأطفال بيبقى وهم كده بيلعبوا بيبقى عندهم صديق وهمي، كلنا بنشوفها. يعني الطفل الصغير بشقوته يا إما مثلا يمسك اللعبة بتاعته يكلمها، يعمل معاها حوار، أو إنه يبقى عنده صديق في خياله، وخصوصا الأطفال اللي بيبقى عندهم ذكاء بيتفرجوا على حاجات كتير، أو إنه يبقى حد بيلعب معاه وأحيانا يكلمه، يكلم الصديق ده. وده في الغالب بيبقى الأب والأم أحيانا كتير، يعني علماء الاجتماع بيقولوا الموضوع ده، ما بيبقوش فاضيين قوي يلعبوا معاه، فبالتالي هو بيخلق هذا الصديق الوهمي عشان يبقى عنده حالة من الحوار معاه. الأمر ده الحقيقة إذا كان يبدو أنه الطفل بيلعب، لكن فيه خطورة. الخطورة إيه؟ الخطورة على أطفالنا، على صحتهم النفسية، وما نبقاش واخدينها إنها حاجة بتضحك، خصوصا لما تبقى زيادة عن اللزوم. إيه اللي بيحصل؟ لا، لازم ننتبه، خلينا نعرف مزيد من التفاصيل إذا كان ده فعلا ممكن يبقى فيه خطورة على أطفالنا، وإذا كان بيحصل لأطفالنا قدام عينينا إحنا منتبهين ليه ولا لا. خلينا نروح لاستشاري الصحة النفسية دكتورة دينا هلالي. مساء الخير دكتورة دينا. مساء النور أستاذة شركي على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني أنا بتخيل مع حضرتك دلوقتي إنه ساعات الأهالي ما بيشوفوا الولاد وبيلعبوا وبيكلموا، بالذات الأطفال بيتأثروا، ممكن يخلق شخصية شافها في كرتون، شافها في حاجة في تلفزيون في الشارع، أو هو بيخلق حاجة من خياله. حضرتك بتشوفي ده إزاي؟ خلينا بس يعني نسترجع كده ذاكرتنا، هنلاقي ان اغلب حتى الامهات والابهات وهم في المرحله من العمر، يعني بنقول مثلا من بدايه الادراك والتخيل من 3 سنين لحد مثلا 7 سنين وهم صغيرين، في المرحله دي اعتقد ان هم مروا بنفس التجربه، وكان اغلبنا يعني بيشوف الصديق الوهمي ده في كل تفاصيله وهو صغير، كان هو الصديق الصدوق، سواء كان زي ما حضرتك قلتي لعبه او شخصيه كرتونيه. نقدر نقول ان الصديق الوهمي ده هو جزء من مرحله بيمر بيها، يعني نقول مثلا 65% من الاطفال، يعني كل مثلا او كل 5 اطفال ممكن نلاقي طفل عنده صديق وهمي. الموضوع مش مرعب اطلاقا، هي مرحله فيها الطفل بينمو بخياله وادراكه، وممكن تبقى جزء من بدايه تكوين مهارات ابداعيه ومعرفيه عند الطفل. لانه في الغالب معظم الاطفال اللي كمان بتمر بالصديق الوهمي يا بيكون طفل الطفل الاول، او بيكون الطفل اللي جه بعد فارق عمر ما بين اخواته، يعني ممكن يبقى اخر طفل مثلا، او طفل وحيد ما عندوش اخوات، او طفل وحيد، او حتى في جزء من انشغال الام او الاب عنه، فبيضطر انه يلجا لحلول اخرى، ان هو يبتدي يوجد ليه شريك في اللعب، يتواصل معاه، يشاركه بعض تفاصيله في اللعب، في الاكل، في حتى في الحوار الداخلي. احنا بنقول الامر مش مربك، ولكن عندنا محددات. نقول المحددات بالظبط، لو تخطينا او تعدينا او الاهل ما انتبهوش في تعاملاتهم مع هذا الصديق الوهمي، ساعتها نبتدي نقول ان فعليا احنا عندنا مشكله. الام والاب المفروض يكون في الفتره اللي ابنهم بيتعامل فيها مع هذا الصديق الوهمي ممنوع تماما ان احنا ننهي الطفل عن انه ما يتعاملش مع هذا الصديق الوهمي. يعني احنا نتعايش مع الطفل ومع هذا الصديق الوهمي، ويدور حوار بيننا وبين الطفل عن هذا الصديق، على هذا الصديق الوهمي بالظبط. عايزه افهم ايه المغزى من انه يكون عنده صديق وهمي، لان اوقات كتير بيحصل اسقاط من الطفل على المشاعر الداخليه عنده او المشكلات اللي حواليه، بان هو يسند المشاعر اللي جواه على هذا الصديق. يعني مثلا هو عنده مثلا غضب، في اهمال، في تعامل بعنف من قبل الوالدين، او وحده، حاسس بوحده احيانا. فمن حوار الام والاب مع الطفل هيبتدي مثلا يسقط مشاعره دي على صديقه الوهمي.
فساعتها هيبتدي يكتشف. فاحنا نعرف من الحوار هو عنده ايه بالظبط او هو مشكلته فين. نعرف ان المشكله اللي الطفل بيتكلم فيها هي مشكلته هو، مش مشكله تصديق الوهمي. هنسيبه يتعامل، ولكن احنا فاتحين حوار بدون احنا ما نلجا لان احنا ناكد له ان الصديق الوهمي ده موجود. مهم جدا. يعني انا هساله عن تفاصيل اللعب، عن تفاصيل، هبتدي اراقب سلوكه واخد بالي هو بيلعب العاب فيها عنف، فيها سلوك عدواني ولا لا. في اللحظه دي انا لازم ابتدي اتدخل لو لاحظت ان سلوك الطفل بدا يدخل فيه العاب بشكل عدواني ويبتدي يسند طبعًا. ان الصديق الوهمي هو. طب وهنا اتدخل واروح معاه لاستشاري صحه نفسيه افضل من ان انا استعمل اوجه. انا ربما اكون انا بوجه غلط، وانت عارفه الاب والام بيبقى عندهم احيانا يا فرط في الدلع والاهتمام يا قسوه من الخوف على اولادهم. ففي الحالتين افضل انه يكون في استشاري لو الحاله خارج النطاق اللي حضرتك بتقولي عليه زادت. يعني في الجزء الخاص بالتربيه والنشاه بنقول لا افراط ولا تفريط. يعني مزبوط. ما ينفعش ان انا ادلل زياده عن اللزوم، وما ينفعش ان انا اقصو زياده عن اللزوم. الوسطيه في التربيه هي ابسط وسيله امنه ممكن اوصل بيها الطفل لحاله السواء، وانه يكون طفل بيمارس المرحله العمريه بتاعته بشكل او باخر بدون ما مر بعد كده في المستقبل باي مشاكل او اي اضطرابات. طيب. مهم كمان ان انا اخد بالي ان الطفل ممكن يبقى الصديق الوهمي ده هو تنفيس، هو مرحله فيها بيتخيل الطفل لو في مشكله هو ممكن يحلها مع صديقه دي ازاي. مهم ان انا ابقى عارفه ان انا الصديق الوهمي استغلاله في الجانب الايجابي فقط لا غير. وفي بعض الاطفال عند 7 سنين بيبتدي يتخلى عن هذا الصديق الوهمي بمجرد ما بيدخل لعالم الاصدقاء، سواء كان في المدرسة. سواء كان في الحضانه، سواء كان الاختلاط مع الاخوه او في محيط الاسره. ساعتها بيبتدي الطفل هو يتخلى عن هذا الصديق. امتى الام والاب يبتدوا يبحثوا ايه ليه الطفل ما تخلاش؟ ساعتها نبتدي نشوف المشكله فين بالظبط، الطفل عندنا طيب. مشكله او لا. طيب هنا برضو يعني خلينا ناخد نقطة كده، يعني يمكن أنا تعرضت ليها. أنا عندي بنت واحدة وهي طفلة، لأن هي وحيدة. أنا هي كانت بتحب تشتري الشكل القطة بس اللي هي معمولة من القماش أو من الحاجات مش طبعا حقيقية. والحقيقة فضل الشكل ده معايا لحد ما بقى عندي أعداد، يعني كل فترة نشتري. وسميناها اسم واحد، واحنا كمان كنا بنحبها وهي كانت تكلمها واحنا نكلمها. بس يمكن انا وقتها عملت ده زي ما حضرتك قلتي لانه هي كانت وحيده، يعني كانت بعد ما كبرت فضلت علاقتها بالقطه دي موجوده، ويعني بتنام جنبها يمكن لغايه دلوقتي، لكن بشكل ايجابي. يعني بالظبط، يعني زي ما قلت لحضرتك خلينا ناخد الجانب الايجابي. احيانا التعلق ده طالما ما اثرش على العالم الخارجي وعلى تواصلاتها وعلى علاقاتها ما عندناش مشكله. تمام. احنا بنقول في مشكله لو بدانا نستعيد عن الاصدقاء الحقيقيين. ان احنا ننفصل بقى. بالظبط كده. بدانا ننفصل عن الواقع وعن المجتمع الخارجي اللي المفروض ان احنا بنقيم معاه علاقات بشكل يعني ايجابي، بشكل عملي. كل مرحله وليها اصدقائها، وكل مرحله وليها الاليه اللي احنا بنتعامل فيها او بنكتسب فيها اصدقاء. المرحله دي لو ما مرناش بيها بشكل طبيعي ساعتها هنبتدي نلجا لمتخصص. صحيح. ممكن في الوقت ده يبقى عندنا مشكله. اكيد. دكتوره دينا هلالي استشاري الصحه النفسيه بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى السلامه دايما والامان لكل اطفالنا، ويبقوا بيلعبوا وبيطلعوا طاقتهم الايجابيه، بس يبقى العين عيننا عليهم عشان تاخدهم دايما لطريق السلام والامن كده.